بالإيمان، بالإيمان بتكتمل إنسانية الإنسان. هو يعني الكافر ملوش كرامة؟ إيلو كإنسان، لكن مين اللي كرامته فوق كل الكرامات؟ مين؟ المؤمن. لذلك هون هناك بقول ولا تقتلوا النفس التي حرم الله، هون ومن يقتل مؤمنا متعمدا مؤمن. إذن على فكرة وين انت بتكتمل إنسانية الإنسان؟ لما يصبح مؤمن. طب غير المؤمن ملوش كرامة؟ إيلو. لكن مين الأكرم على الله؟ والتهديد هذا الهائل، التهديد هذا للي بقتل مؤمن، اللي بيقول فيها ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، هذا مش اللي قتل النفس التي حرم، هذا اللي يقتل المؤمن. اللي بقتل النفس التي حرم الله له عقوبته، لكن الكلام هون عن مين؟ عن المؤمن. المؤمن، ونوقف شوي، ليش يعني المؤمن؟ ليش المؤمن؟ لاحظوا، نفرض وشفنا انواع من هذا الاشخاص، ملحد، ملحد لا يؤمن بالله، نيجي نقول له ولا ايش؟ مين اللي خلق؟ مين اللي خلق؟ هذول الدهريين والتفاصيل برضو والماديين، مين اللي خلق؟ يعني صدفة، احنا صدفة مادية، انت صدفة مادية، يعني المادة انت وجدت صدفة فيش خالق يعني. طيب ممتاز، هاي بديت انت تهدر كرامتك. شو يعني تهدر كرامتك؟ يعني انت مادة جت صدفة. طيب ممتاز، اذا منين كرامتك هذه؟ ايش يعني حقوق انسان؟ انت صدفة، صدفة مادية زيك زي الحمار، ما هو الحمار صدفة مادية، لحظة، والخنزير صدفة مادية، ايش تفرق انت؟ مش هيك؟ ايش تفرق انت؟ اذا اول ما يبدأ الملحد يزعم انه ما فيش خالق اهدر كرامته، اي واحد، مش يعني اجاز قتله، اهدر كرامته. اثنين، القيم والمبادئ منين لك اياها؟ قيم والمبادئ والاخلاق من وين؟ اخترعناها احنا، طبعا مضطر يقول هو انه احنا اخترعنا القيم والمبادئ، احنا اخترعنا القيم والمبادئ. طيب والله انه نخترع احنا اشي بعدين يحكمنا، هذه سخافة. انا اخترع اشي بعدين يحكمني الاخلاق والقيم، انا مخترعها وتحكمني، ولا انا مخترعها لمصلحتي يعني؟ فاذا كانت القيم في اتجاه مصلحتي كان به، زي ما بخترع السيارة مشان شو انا بخترعها؟ انا بخترعها مشان استخدمها. طب القيم والاخلاق اذا معناته شو؟ معنى الالحاد؟ معناته انه القيم خلاص اصبحت القيم في مهب الريح، ما لهاش اساس، فيش سلطة الزام. ايش يلزم؟ ايش يلزم؟ وذلك انتم بتستغربوا احيانا من بشر ممكن يقتلوا الملايين وما يهتز لهم رمش، شو القصته هذا؟ عجيب، ليش ما يقتل؟ ليش هو لما يقتل مليون هسس، مليون ناموسة، شو يعني بنمش هذيك الليلة؟ ايش افرقت انت عن الناموس؟ بقول لك انسان، شو يعني انسان؟ صدفة زيه الناموسة بمنطقهم. اذا الملحد خطير، هو اولا اهدر كرامته، جعل نفسه صدفة من الصدفات، هذا واحد. اثنين، القيم شو اساسها؟ ليش نعاملك كانسان؟ انت بتقول حقوق انسان، منين هاي الحقوق اجتك؟ لو قتلناك احنا ايش يعني حقوق؟ حقوق ايش؟ منين بتجيبها؟ وبالتالي بتبدو تدركوا شو يعني المؤمن والاعتداء على حياة المؤمن الذي يؤمن بخالقه ويؤمن بالقيم والمبادئ، يعني بيؤمن بالإنسان وحقوقه، لأنه هو الوحيد. وبالتالي قتل المؤمن بالذات خطير،
يعني غير المؤمن اقل اقل قيمه اقل ما هو هو اصلا مهدي قيمته. طيب ممتاز، مش ملحد، مش ملحد، مسيحي، يهودي، بيؤمن بدين. طبعا اللي قديش في من اليهود بيؤمنوا بالدين حقيقه من اللي بتشوفوهم، قديش من المسيحيين يعني في اوروبا يعني بيؤمنوا 35%، ما هي الاحصائيات هيك. ومن المسلمين قديش؟ من المسلمين يعني اللي انولدوا مسلمين قديش؟ احنا يبدو بنعملش احصائيات. اللي بيؤمنوا في اوروبا 35%، 30 عفوا ادق الاحصائيات، 30%، 70 بيؤمنوا خصوصا بالدين، يعني خصوصا بالدين. يعني هذول ارجعنا اللي قلنا عنهم، 70% هذا صار من الماديين. منين لك القيم؟ منين؟ مش هيك؟ واللي يؤمن اللي يؤمن هذا الكتابي اللي بيؤمن مقنع انه في دين، على القليل هو مقتنع بالدين. صح هذا الدين ما بيقدر يقدم برهان عليه اليوم، فيش مجال للمسيح يقدم برهان على انه هذا دين رباني، وفيش يهودي بقدر يقدم اليوم برهان على انه هذا دين رباني، ولكن بيؤمن انه دين رباني، بيؤمن. وبالتالي ممكن هذا مرجعيته يكون في له مرجعية في الاخلاق والقيم، هذا اكيد اكرم من الملحد، هذا اكيد اكرم من الملحد. لكن هون في رأس هرم الكرامة مين؟ مؤمن عاصي ولا يعني مطيع؟ ما فرقناش الان، احنا بنقول مؤمن لانه من هون بتكون انسانيتك اكتملت انسانيتك. اما قضية تعصي ما تعصيش هذه من البشر يعني بيخطئوا ممكن، لكن وانت تكتمل انسانيتك انت لما تكون مؤمن. وبالتالي هون اذا بتلاحظوا الايات هون ركزت وشددت بشكل عجيب، ما ورد في القرآن تهديد مثل هذا في قتل مين؟ المؤمن. المؤمن